فضيلة الشيخ، هذا سائل أبو سالم يقول: ما حكم بيع الغرر وهل يرجع فيه وما صفته مأجورين؟ بيع الغرر هو البيع الذي لا يبين في حالة المبيع، قد يكون فيه عيوب، قد يكون غير تام، فيه نقص، الذي لا تبين فيه حالة المبيع لا يحصل العلم بالمبيع على الوجه المطلوب، فيكون فيه غرر وجهالة، فهذا يثبت الخيار للمشتري إذا تبين له الغرر. نعم.